هنا حيث شهد مستشفى قفطة التعليمي خلال الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في كافة التخصصات والعيادات الخارجية، وذلك من أجل تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية. الدكتور مصطفى خليفة ومنتصر لطفي من قفط بقنا. تعد مستشفى قفط التعليمي من أهم المستشفيات والمؤسسات الصحية التي تقدم خدمات جماهيرية لقطاع عريض من المواطنين بمحافظة قنا وغيرها من المحافظات المجاورة، لما بها من تخصصات مختلفة ومتعددة تأتي جميعها في المقام الأول لتلبي احتياجات المواطنين بمحافظة قنا. كما أن المستشفى شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في بعض الأقسام المختلفة بها. مستشفى قفط التعليمي تتبع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. احنا هنا بنقدم الخدمات اللي عندنا موجودة في المستشفى. عندنا خدمات العيادات الخارجية، عندنا عيادات الباطنة والصدرية والعظام والجراحة والجلدية وأنف وأذن والرمد والأسنان، يعني أعتقد كل التخصصات موجودة عندنا. عندنا برضو عيادة الإشعة، في قسم إشعة موجود عندنا بيقدم خدمات الإشعة التلفزيونية والإشعة المقطعية وأشعة الدوبلر والدوبلكس، بالإضافة طبعا إلى استقبال العام واستقبال الطوارئ والحوادث. بالإضافة إلى عندنا وحدتين غسيل كلوي، في واحدة موجودة هنا في المستشفى وواحدة في وحدة الكلى في البرامة. وعندنا برضو العمليات، عمليات جراحة وعمليات العظام وعمليات النساء والتوليد وعمليات الأنف والأذن وعمليات الرمد العيون. بالإضافة طبعا إلى قسم الحضانات المبتسرين، عندنا 11 حضانة. والقسم الداخلي بنحجز حالات باطنة وحالات أطفال وحالات نساء وحالات جراحة وعظام، كل التخصصات برضو بتحجز في القسم الداخلي عندنا. وطبعا قسم العناية القلبية، عندنا قسم عناية قلبية بيضم 7 سراير ووحدة القسطرة، القسطرة القلبية. والإضافة اللي جدت علينا الفترة الأخيرة افتتاح قسم العمليات وتجديد قسم الحضانات، دول الفترة الأخيرة اللي احنا هم جداد علينا يعني. وعلى نفس السياق تأتي مستشفى قفط التعليمي بعيادتها الخارجية لاستقبال المواطنين من محافظة قنا وغيرها من المحافظات المجاورة لتقديم الخدمات الطبية المنوطة بها، وذلك خلال أيام الأسبوع بمختلف التخصصات. كما تعمل المستشفى على استقطاب الخبرات من خارج أسوارها، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الصحية. التخصصات اللي هي موجوده بتبقى في ايام محدده ليها، وده بيكون معمول جدول، الناس بتبقى ما يعني عارفه ايه المواعيد الموجوده في المستشفى، ودي بتكون من خلال العلاقات الموجوده، علاقات المرضى في المستشفى والقسم الاستعلامات. لكن في اقسام يعني يوميا بتشتغل بيوميا من يوم السبت لغايه يوم الخميس اسبوعيا. بالنسبه للقسطره القلبيه، ودي خدمه متميزه في المستشفى تتميز بها مستشفى قفط التعليمي، بيتم الاستعانه بال الأطباء من خارج المستشفى، إلى جانب برضو بعض التعاقدات اللي بتتم في بعض التخصصات بالمستشفى. ودي ده شيء بصراحة يعني كل ده هدفه إن احنا نصل ل أو نحوز رضا المريض بالمستشفى. كنت معكم من داخل مستشفى قفط التعليمي مصطفى خليفة ومنتصر لطفي لقناة طيبة.